اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات لذيذه جدا. اول وصفه هنعملها مع بعض النهارده اسمها كباب ملوكي. هي اكله خليجيه بس لذيذه وعجبتني جدا، والمقادير بتاعتها معروفه، بس الخلطه هي اللي ممكن مختلفه شويه عن اللي احنا متعودين عليها. تعالوا مع بعض نشوف مقادير كباب ملوكي عباره عن ايه. عباره عن لحمه مفرومه وبصل مبشور، ثوماء، صلصه طماطم، وكمان بصل ابيض، دقيق، بقدونس، بهارات لحمه، جوزة الطيب، دبس رمان، طماطم. خلاص، اول حاجه ان انا بجيب بوله كبيره كده واخلط فيها المكونات. ماشي كده، البس بس عشان اعرف ايه اخلط براحتي. احط اللحمه المفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه، ماشي، عليها اهو بصلايه كبيره مبشوره، وما نزودش في البصل، هو يدوبك بصلايه عشان ايه اللحمه احنا هنصبحها نخليها كفته. هنحط بقدونس، ثوماء، معلقه دقيق، بهارات، جوزة الطيب. دي جوزة الطيب اللي قبليها كانت، دي بهارات اللي قبليها كانت جوزة الطيب اللي هي القليلة، ما نزودش خالص جوزة الطيب. فلفل اسود اهو، ملح، ماشي. انا هنا مسخنة الطاسة الجريل كويس قوي، هحط عليها كده معلقة زيت وادهن وادهن بالفرشة. وانا هنا مصبعة كفتة وسايباها كده تريح شوية في التلاجة، وهحطها كده في الجريل. حته حلوه، انتوا عارفين طبعا ان الكفته بتكش. بس ابتدي هنا بقى ايه، احط هنا بس شويه ميه عشان اعرف اعجن بسهوله، وابتدي بقى ايه افرك كده اللحمه المفرومه. نقول تاني تبلناها بايه؟ تبلناها بملح وفلفل، جوزة الطيب، بهارات لحمه او بهارات كفته، او لو عندكم بهارات برضو للشوي اللحمه. وحطينا معاها بقدونس مفروم، بصلايه واحده بس مبشوره، خلاص، ومعلقه من الثوماء. نفضل كده نعجن كويس جدا لحد ما نحس ان اللحمه يعني ايه اتشربت كلها بالخليط. ونقطه نقطه بالظبط من دبس الرمان، عايزه اقول لكم بتلاقوا طعم كده ظريف جدا جوه الكفته. بصوا اهي، خلاص اهي كده ايه
اتعجنت كويس جدا. هجيب كده ايه خلتين، اتنين، ممكن اتنين وممكن تلاتة كمان، عشان واحنا بنصبع الكفتة تبقى فيها كده فراغ من جوه، الهوا ده بيساعد ان الكفتة ما تكشش زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تفضل زي ما هي بالحجم بتاعها اهو كده كده. نبتدي بقى نجيب كده شوية لحمة ونبتدي نصبع الكفتة بالطريقة دي. بصوا اهو، نفضل نعملها كده لحد ما تبقى طويلة. خلي بالكوا الطويلة دي الى حد ما بتكش شوية، ماشي اهو. المية بقى دي اللي انا حطاها جنبي بتساعد ان الكفتة ما تلزقش، وكمان بصوا بصوا شكلها حلو ازاي. بالراحة بقى كده نعملها كده اهو، شايفين؟ يعني دي كمان انا كنت ايه مصبعاها اصغر شوية. نجيب تاني ونخلي بالنا ان دايما حجم الكورة اللي احنا بناخدها في الاول تبقى تقريبا كلها حجم واحد. ابتدي بس ايه اقلب لحسن ايه الكفته دي من الحاجات اللي كلنا بنحبها، كبار بيحبوها وصغيرين بيحبوها جدا، بالذات بقى بيحبوا بتاعت بره بيحسوا انها ايه مختلفه شويه عن بتاعت البيت، فاحنا نحاول على قد ما نقدر نطعمها كده زي بتاعت بره عشان ايه ياكلوا منها ويبقوا مبسوطين. يعني دايما الكفته مع جنبيها مكرونه في البيت او بطاطس محمره من الاكلات الشائعه جدا اهو. طيب ابتدي بقى كده اصبع الكفته دي كده اللي عندي، هصبع لكم كده ثلاثه وبعدين نبتدي بقى ايه نعمل الحاجات التانيه بقى اللي انا عايزه اجهزها. بصوا نبعدها بس سنه كده عن بعض، وعلى فكره زي ما هي كده ممكن نحطها في الفرن، مش لازم نحطها على الطاسه الجريلا، ومش عندنا ممكن نحطها في الفرن هتستوي برضو. هنحطها كده زي ما هي وبعدين نغطيها، او نغطيها وبعدين نرفع الفويل بعد مثلا ايه ربع ساعه بالكتير، بتاخد 5 دقايق كمان بتكون استوت، من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت طويل عشان تستوي. ماشي طيب خلينا بقى كده على جنب شويه. بصوا بقى هنا عندي دبس رمان وعندي مكعب من المرقة، معلقة زيت كده، لا شوية بس،
نصبع دي عقبال ما الايه ما الطاسه تسخن، نصبع واحده كمان. انا بحب اصبعها طويله عشان لو كشت شويه تبقى برضو ايه الطول بيبقى لطيف قوي مع الكفته. بصوا عايزه اقول لكم انا واحده من الناس يعني ما نستصعبش التصبيع الكفته خالص، انا واحده من الناس كنت بصبع وبوظها واصبع وبوظها واصبع وبوظها لحد ما بقيت الحمد لله بصبعها من اول مره، فايه بالتعود. والخلة على فكرة هتساعدكم كويس جدا وهتحسوا ان الموضوع اسهل بكتير، وكمان بتخلي طعم الكفتة احلى لان بيبقى فيه هوا كده داخل جواها. نحط دي هنا كده، عايزة شوية كده ورشرشها بشوية مية. ماشي، نخلي بقى دي كده على جنب. عايزه اقطع الخضار اللي معايا اللي هي بصله وفلفلايه وطماطمتين، خلاص هنقطعهم. ممكن فلفل حراق لو انتوا عايزين. حطها كده اهو، هحط الخضار، وبعد لما احط الخضار بقى ممكن ايه نطلع فاصل. نقطع بس الخضار. نجيب الطماطم نقطعها كده نصين، والبصلة أربعة، وهحطها برضو في الطاسة الجريل. نطلع فاصل بقى ونرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، دلوقتي اهو بصبع بقية الكفتة. انا حطيت بقى هنا ايه 4 صوابع كفتة مع الخضار اللي انا عايزاه يتشوي. طبعا انا حطيته مع الكفتة عشان عايزاه ياخد نكهة الكفتة عشان يبقى فيه طعم كده من الكفتة. بصوا كمل دول كمان كده، هعمل واحدة كمان. ماشي، طيب هنا انا حطيت مكعبين مرقه خضار وحطيتها كده. هحط معاها دبس رمان، ماشي، وسماق، ومعلقه صلصه، معلقة صلصة صغيرة، ومية مغلية، واسيبها ايه مية مغلية مش كتير، واسيبها تغلي لحد
ما تتقل. خلاص انا عايزاها ايه تتقل. نبص كده. مش قادرة احكي لكم طعم الخضار ده هيبقى طعمه عامل ازاي. خلاص سخنة جدا فمش قادرة ايه بصوا الحلقه تفاصيلها كتير بس عايزه اقول لكم طعم الحاجه حلوه قوي. ممكن نحط برده هنا كده. طيب انا هجيب بقى البايركس ده كده خلاص، وده كده خلاص بقى جاهز. ريحته حلوة قوي. هحطه كده. ابتدي بقى كده احط مكعب زبده عشان انا عايزه الصوص اللي هينزل ده. بس بصوا الكفته انا هي هتكمل سواها، يعني انا كده خليتها تاخد اللون وتكون تقريبا استوت، بس هي هتكمل السوا كله فين؟ هنا في الفرن. بقى طاسه كده، انا كنت عايزه بس عشان الحلقه مطرح ده المفروض نحط العيش، بس عشان ما فيش وقت هحط العيش هنا اهو. بس هاخد شويه من هاخد معلقتين زبده وزيت من النكهه هنا. ابتدي بقى اجيب العيش. انا يا اما عيش لبناني يا اما عارفين عيش الشاورما اللي بيبقى في محلات الشاورما، يا ده يا ده، المتوفر جيبوه. اللبناني هيبقى لطيف وده كمان لطيف جدا. هنعمله كده. عايزه اقول لكم لذيذه جدا رغم ان تفاصيلها كتير بس لذيذه. طعم الحاجة فيها حلوة قوي. عقبال بقى ما ده كده نصبع ايه بقية الكفتة. هنعمل النهاردة كمان معاها سلطة كده ظريفة جدا بدبس الفلفل.
كل ده عايزه الخضار ياخد نكهه الكفته. بصوا اول ما ينشف كده شويه خلاص هقلبه اهو على الناحيه الثانيه واحط كده. ثواني، ينفع ثواني؟ ينفع ثواني ونطلع فاصل؟ لان انا كمان مش عايزه هنا يبقى كتير عشان ما بيسويش الحاجه بسرعه. نحطه كده اهو. بصوا اصلا منظر العيش عايز يتاكل كده زي ما هو. نبتدي بقى نرص الكفته بالطريقه دي. نرصها كده كفته كلها. نقلبها بس كده الناحيه التانيه. واحط عيش هنا. طيب احنا ممكن نطلع فاصل عقبال ما اكمل رص ده واحط بقيه الكفته. نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي بصوا انا رصيت الكفته اهي كلها اللي انا شويتها. هعمل بس كده ايه معلقه كده من الصوص ده كده. خلاص وبعدين هحط العيش. بصوا شكله فظيع اصلا، هو عايز يتاكل من دلوقتي. ده صوص الكفته اصلا. وابتدي بقى احط هنا الصوص ده كده. طبعا كل ده بحطه في الفرن لحد ما احس ان العيش ده بقى مقرمش كده، بيقرمش. الخضار اهو. بصوا وصفة واحدة بس تفاصيلها كتيرة جدا، بس في الآخر عايزة أقول لكم الطعم حلو جدا جدا جدا. بس بصوا الصوص ده هو رشة، يعني كل ما نحط حاجة نحط منه رشة لأن هو مزز. ماشي كده. Mm-hmm.
ورشة سماق وندخله الفرن لحد ما نعمل السلطة بتاعتنا. السلطة بتاعتنا النهاردة سلطة جديدة وبرضو سلطة خليجي. النهاردة الحلقة كلها خليجي، بس من الحاجات اللي احنا يعني نحبها عاملين سلطة دبس الفلفل بعين الجمل وزيت الزيتون ودبس الرمان. عايزة اقول لكم لطيفة جدا جدا جدا. اول حاجة هنعملها بس هحط زيت عشان ايه، في بصل هنا عايزاه يتقلي شويه. خلاص اهو عندنا بصل، بصل مقطعينه جوليان اهو، هحطه كده وهحط له ايه رشه سماق مع ملح. الملح ايه بيخليه يستوي بسرعه اهو. خلاص واسيبه كده شويه. ومعانا ايه، معانا بقسماط دبس الفلفل، دبس الفلفل بقى ودبس رمان، زيت زيتون، خل، عين جمل، ملح خشن، طحينه وبقدونس مفروم للزينه. احط بس دي كده. دبس الفلفل بقى بيتعمل ازاي؟ بنجيب فلفل احمر حراق او حلو او نعمل ميكس مع بعض وندخله الفرن لحد ما يتشوي. طبعا انتوا عارفين انا بحب موضوع شوي الفلفل ده جدا، بيدي طعم حلو قوي. وبعد كده بعد لما بنشويه بنقطعه مكعبات صغننه قوي يكاد يكون مفروم زي ما انا هعمل كده، واحطه بس على الطاسه يدوبك الصوص اللي فيه ده ينشف. انا عايزه الصوص اللي فيه ده ينشف خالص. ماشي، في طريقه تانية ان احنا الفلفل زي ما هو كده ني بنضربه في الكبه لحد ما يبقى مفروم، وبعد كده بندخله الفرن لحد ما ينزل ميته وينشف خالص. وبعد كده بنعمل بقى الايه اللي احنا بنحط له خل مع ملح خشن ونحطه في برطمان مع زيت زيتون، وهو ده دبس الفلفل. عايزه اقول لكم طعمه لذيذ جدا جدا. هو بره بيبقى موجود عادي في برطمانات، مش بيحتاجوا قوي ان هما يعملوه يبقى فريش، يعني زي دبس الرمان كده عندنا ان احنا بنجيبه جاهز، لكن هنا مش متوفر فاحنا بنعمله بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. خلاص اهو اهو كده، ولا هحط له زيت ولا حاجه، انا عايزه بس ايه الميه اللي فيه تنشف شويه. بصي الطاسه سخنه مش هياخد دقيقتين على النار اصلا. نقلب ده كده. طلع هنا بس معلقة زيت. نجيب بقى بولة كده عشان نعمل الخليط.
بصوا بقى، ده دبس فلفل جاهز اهو. عملت فيه ايه بعد لما طلعته من على النار؟ حطيت فيه خل، خل وملح خشن، 3 معالق كده ملح خشن وخل، وبعد كده من فوق الوش كده زيت زيتون. طيب انا بحط هنا بقى على دبس الفلفل 2 معلقة كده من البقسماط الناعم، خلاص اهو، مع الطحينة مع دبس الرمان، سلطة لذيذة جدا عاملة زي الديبنج كده ماشي، يعني بتتغمس. زيت زيتون هي بقى، بصوا اللي بيلحلح كده الموضوع. ده دبس فلفل حراق، فخلوا بالكم بقى دي هتبقى حراقة، لكن اللي انا بعمله مش حراق. نطلع فاصل، تكون الفلفل ده بصوا اهو ناشف خالص، هنحطه هنا. نطلع فاصل على الخل، هحطه على الخل ونرجع يكون برد عشان نزودوه هنا. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، بصوا بصوا عاملة ازاي دبس الفلفل بقى. بصوا دبس الفلفل ده عشان نبقى مركزين عشان ما تتلخبطوش، انا هنا عاملة سلطة دبس الفلفل بعين الجمل مع البقسماط والطحينة. دبس الفلفل ده اصلا بيبقى جاهز، اللي هو ايه اللي انا وريته لكم، اللي هو عملناه زي دلوقتي، شويناه في الفرن وقطعناه، المفروض اقطعه ارفع من كده يعني افرمه اكتر من كده شوية ماشي، نفرمه ونحطه في طاسة سخنة بحيث ان هو ينزل ميته. اول ما ينزل ميته ويبقى ناشف نجيبه في بولة نحط عليه نص كوباية خل بالطريقة دي تمام، وبعد كده هنحط له 2 معلقة ملح خشن ونقلب كده اهو. ده بقى بيتحط في البرطمان بقى ويستخدم. بعد كده نحط له كده زيت زيتون. ده كده دبس الفلفل خلاص. السلطة بقى اللي احنا عاملينها النهاردة سلطة دبس الفلفل بعين الجمل، اللي احنا رحنا جايبين 2 معلقة من دبس الفلفل، حطينا عليها طحينة، زيت زيتون، دبس رمان وبقسماط، قلبناها كويس قوي. هنحط دلوقتي عين الجمل بالطريقة دي ونشوف محتاجين دبس فلفل تاني ولا لا. عايزة اقول لكم ده عامل زي بقول زي الديبنج، بيتاكل جنب الحاجات المشوية، بيتحط على الفطار، ده بيبقى في التلاجة، واغلب يعني ناس كتير قوي في الخليج بيحبوا ان هم يبقى موجود عندهم على السفرة على طول. خلاص البصل اهو المقلي نحطه كده، ونقلب. هو ميكس حاجات احنا مش متعودين عليها، بس عايزة اقول لكم طعمه لذيذ جدا اهو. ممكن نزود ايه شوية من دبس الفلفل تاني، وممكن البصل نكون فرمينه اكتر من كده. خلاص ادوه بقى اشوف ايه محتاج ايه عشان تصدقوا ان هو طعمه جميل، بس ايه خلي بالكم عشان هو سبايسي. حلو قوي، خلي بالنا انه سبايسي. ممكن ما نعملهوش سبايسي، نحن نعمله بالفلفل الاحمر البارد. اهو
البصل مديله طعم جميل جدا. كده خلصنا سلطة النهاردة وهنقدم حالا دلوقتي الكباب الملوكي بتاعنا من الفرن. واو، بصوا 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 الحاجات. بصوا منظره، نقرب الكاميرا. بصوا اتشوى ودبس الرمان كمان هيدي طعم جميل جدا. بصوا اصلا منظر الطبق من فوق، الطماطم، بصوا الطماطم مع العيش، بصوا بيقرمش ازاي اهو. بصوا الكفته حلو جدا، بيتقدم بالطريقه دي وبيتشال كده العيش وبياخدوا العيش وبيغمسوه مع طحينه وبيحطوا كمان معاه دبس الفلفل. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا، الفلفل اصلا والطماطم والبصل دول طعمهم خطير، احنا شويناهم وخدوا نكهه الكفته وكمان خدوا صوص دبس الرمان اللي بالسماء مع مرقه الخضار. وكده نكون خلصنا وصفه النهارده او وصفات النهارده وحلقه النهارده. عملنا النهارده كباب ملوكي كفته وعيش وخضار مشوي بصوص دبس الرمان مع السماء، وعملنا كمان سلطة دبس الفلفل الأحمر. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم واستفدتوا منها، واشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. باي باي.